أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، نحن سعداء للغاية لوجودنا معكم هنا من مدينة شنغهاي الساحرة قبل ساعات من افتتاح الدورة الثانية من معرض الصيني الدولي للاستيراد. المعرض على أتم الاستعداد لاستقبال ضيوفه، وكما ترون علامات المعرض حمراء معلقة في كل مكان، نحن متحمسين للغاية صراحة. نعم، في العام الماضي أقيمت الدورة الأولى من المعرض، وبمقارنة مع الدورة السابقة تضيف هذه الدورة من المعرض كثير من الأشياء الممتعة. حقا، إذا لماذا نحن ننتظر؟ هيا بنا لندخل ونجعل المشاهدين يشاهدوا كل هذه الأشياء الممتعة. نعم، هيا بنا. عندما تتجولون في المعرض بالتأكيد ستقابلون الروبوتات الذكية على شكل باندا، وهي تميمة المعرض. ستجدون بها هنا شاشات عرض، هذه الشاشات يمكن أن تنقروا عليها وستظهر لك كل المعلومات عن المعرض وعن الأجنحة المشاركة. هذه المعلومات باللغة الصينية والإنجليزية، ويمكنك أيضا أن تتحدث مباشرة لها وتسألها أي سؤال أن تريد أن تسأله. ولم أرى هذه الروبوتات. نعم صحيح، لأن هذه الروبوتات الآن تستريح لتبدأ عملها غدا من الصباح بكل قوة ونشاط، وأتطلع إليها. وأنا أيضا. أيضا ستجدون في المعرض استراحات خاصة للأجنحة المشاركة في المعرض وللزوار. هذه الاستراحات مزودة بأماكن أجهزة لشحن بطاريات هاتفك المحمول، وأيضا ستجد يوجد هنا برادات مياه ساخنة وباردة. هذه المياه معدنية ومجانا تماما. وبالطبع طبعا ستجد يوجد هنا طاولات والكراسي. أهلا آسيا. أهلا، ما رأيك هنا في هذه الاستراحة؟ جيدة، عندما أكون متعبة يمكنني أن أستريح هنا وأشحن في نفس الوقت. هذا رائع جدا. ما رأيك أن نبحث عن أماكن أيضا بها أشياء ممتعة هنا في المعرض؟ هيا. صراحة مشهد المتطوعين في المعرض رائع للغاية. هناك 6000 طالب من 38 جامعة بشنغهاي يزينون المعرض بملابسهم الحمراء. هم هنا لمساعدة الضيوف والزوار. نعم، تعكس أزياء المتطوعين الحالة الذهنية إيجابية للشباب، لذلك اختاروا لون الأحمر ليرمز إلى روح المكافحة الصيني. ولكن المعرض كبير للغاية، هل هم يعرفوا كل الأماكن والمناطق في المعرض؟ طبعا، تم تدريبهم بصورة مكثفة قبل أن يأتوا إلى هنا. إذا سألتهم يمكنهم أن يخبرونا أين؟ نعم، هيا بنا، هم يتحدثوا اللغة الإنجليزية أيضا. جدا، أوكي، نسألهم. هلو. هلو. Can I ask you what exactly your job here? Sure, I'm a volunteer to help guests to go where they want to go. So you can help me, right? Of course. Okay, so how do I go to Intercontinental Hotel? First, you should walk this way. Uh-huh. Then you should walk along the road about 500 meters. Then turn left, you will see a logo named Continent Hotel. Finally, you will get the destination. Oh, is that easy? Is that easy? Yeah. Oh, thank you. My pleasure. Wow. كيف؟ نعم، يبدو هم يعلموا فعلا كل الأماكن هنا في المعرض. أخبرتك. Thank you. Bye-bye. إن المفاجآت أكثر مما توقعنا، من تصميمات الإنسانية المتنوعة إلى منصة المفتوحة التي يوفرها المعرض إلى شركات من أنحاء العالم. كلها تعكس عزم الصين ورغبتها في تبادل فرصة تنمية مع العالم. نعم، معرض الصين الدولي للاستيراد في شنغهاي يرسل رسائله للعالم أنه مستعد لاستقبالكم وأن الصين مستعدة. تابعونا على صفحة CGTN العربية على الفيسبوك لمزيد من التغطية حول المعرض. شكرا على متابعتكم. باي مع السلامة.